مساء الخير على كل متابعي ومشاهدي موقع مباشر من مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم في لايف جديد، معاكم عبد الرحمن عاشور. احنا موجودين مع حضراتكم النهارده من سوق التبه، هنتعرف على اسعار الخضروات والفواكه. انخفاض كبير في اسعار الفواكه والخضروات، مساء الخير. عايزين نعرف منك بقى اخبار الفاكهه، هل هي في الطالع ولا النازل؟ لا الجو حلو تمام، الاسعار حلوه. طب عايزك بقى تاخدنا جوله كده على الفواكه اللي عندك والخضروات. نبدا بالعنب، بورق العنب. ورق العنب النهارده 40 35. 40 35، يعني حصل انخفاض في سعر الورق العنب جامد. من كام لكام؟ من 40 ل 35. هو كان بكام امبارح؟ هو كان امبارح ب 40 ب 45 وب 50، النهارده 40 35 ورق العنب. ماشي، زي ما حضراتكم ورق العنب ب 35. البسله بكام؟ البسله 25. 25 ليمون، 25 ليمون، 25 بنجر. طب تعالوا نروح على القرش. ماشي، بنجر من غير العرش بتاعه ب 10 جنيه. طب وبالعرش؟ سعر الجمله. وبالعرش بتاعه؟ بالعرش بتاعه ب 6 جنيه وب 6 ونص. طب وايه اللي جنبه دي؟ فاصوليا. فاصوليا، الفاصوليا بكام؟ 15 جنيه. الفاصوليا دي ب 15. الفاصوليا ب 15 جنيه. الملوخيه النهارده بكام الكيلو؟ ب 20 جنيه الكيلو؟ 20 جنيه كيلو الملوخيه. التوم بكام؟ التوم بكام؟ التوم ب 20 جنيه؟ ورق العنب بكام؟ ب 35. الاناناس عامل كام النهارده؟ الاناناس النهارده ب 20. ب 20 جنيه؟ انا برضه بره يعني في الفرش فيها. البتنجان بكام الكوب ده؟ 8 جنيه. 8 جنيه؟ والبتنجان الابيض ده 25. الابيض 25 جنيه. 15 12 عروس. 15 12 عروس. اللي هو الاسود. ورينا بقى الفلفل بقى بكام؟ الفلفل الرومي 25. والبلدي اللي هو الاحمر ده ب 30 25 برضه. الاحمر ده معروف. الاحمر ب 30؟ 25 30. 25 30 اللي هو الشطه ده. الجزر النهارده بكام؟ الجزر ب 10. ب 10 جنيه؟ ب 10 جنيه. طب والكوسه؟ الكوسه ب 15. الكوسه ب 15 جنيه. طب والخيار النهارده عامل كام؟ الخيار النهارده ب 16. الخيار ب 16 جنيه؟ خيار صور نضيف. خيار صور نضيف. صابع شكله صابع. خيار صور نضيف. الجوافه النهارده البر الصف خلبانتين ب 5 جنيه؟ مركض ب 5 جنيه، زي السفند البلد. طب والسفند البلد بكام؟ السفند البلد ب 10. ب 10 جنيه؟ 10. السفند البلد ب 10. طب و سعر الفراوله النهارده كام؟ الفراوله ب 16 جنيه صبحه من البرنيكه. ب 16 جنيه؟ صبحه من البرنيكه. زي ما حضراتكم شايفين الفراوله النهارده ب 16 جنيه. من البرنيكه ببرنيكتها كده التسعيره. برتقانة ابو سره ب 12. ب 12 جنيه البرتقان؟ ابو سره. الجوافه النهارده عامله كام؟ الجوافه ب 17 ونص. ب 17 ونص. طب والموز النهارده عامل كام؟ الموز ب 15. الموز ب 15 جنيه. ده كلابنتينا كام؟ وده برتقان بلدي. برتقان بلدي، البلدي. البلدي ده العسير. البرتقان البلدي ولا الثاني الاغلى؟ لا ده اللي ابو سر اغلى. ابو سر اغلى. البلدي ارخص ب 8 جنيه. ابو سر ب 8 جنيه. في كرومب عندك كده عايزين نعرف الاسعار. كرومب عندي ب 10 جنيه الكرومب. احنا بيكسب يا ريس. 3 ب 10 جنيه القطة. حلو يا ريس. اخضر وريق. الطماطم النهارده عامله كام؟ 7 ونص. اوب حلويات ايه؟ ببلاش حلويات ايه؟ في خس بره 3 ب 10. في كابوتشا ب 6 ونص. الله على النبي يا باشا.
الحلو ده راي الله حنابه يا باشا. في كرومب ب 10 جنيه تعالى ورينا كده الكرومب سعر الكم. الكرومبا من دي عامله 10 جنيه اهو ورينا كده ب 10 جنيه كده ده بسعر الجمله اهو ب 10 جنيه زي ما حضراتكم شايفين كله بسعر الجمله هنا. الخضره والحاجات دي عامله كام؟ اه الخضره دي بجنيه وبجنيه وربع وبجنيه ونص. الخضره بجنيه؟ بجنيه وربع بجنيه بجنيه ونص. طب البطاطس؟ البطاطس ب 12 ونص التسعيره. ب 12 ونص التسعيره. بصل ابيض ب 15. البصل الابيض ب 15 ابيض صعيدي ب 15 والبصل الاحمر عامل كام؟ البصل الاحمر 20 25. 20 25. البصل الاحمر 20 25. الجديد ب 20 القديم ب 25. بطاطس شيبس وتحميل اسطنطة شيبس وتحميل ب 12 ونص بالتسعيره. ب 12 ونص بالتسعيره. بالتسعيره ب 12 ونص اسطنطة. هل دي الاسعار اللي هي بتاعت كل ايام ولا الاسعار الطبيعيه يعني؟ لا الاسعار الطبيعيه ولا حصل في انخفاض؟ في انخفاض، هي في اسعار انخفاض الاسعار الطبيعيه. كرنب سلطه. كرنب سلطه ده عامله كام الواحده؟ 10 جنيه الواحده. 10 جنيه؟ اه. كرنب بنفسجي ب 10 جنيه سعر الجمله. الكرومبات الصغيرة دي بكام؟ ايه؟ دي بكام الصغيرة دي بكام؟ دي 5 جنيه. ب 5 جنيه؟ اه حسب الزبون 5 جنيه 3 جنيه. طب الأخضر أهو تاني. ودي بكام؟ الأخضر ده ب 8 جنيه برضه ب 10 جنيه. ب 8 جنيه ب 10 جنيه. كرومبة سلطة. كرومبة سلطة مش كابوتشا. دي كرومبة سلطة. دي كرومبة سلطة. الحباية فيها 4 كيلو. حبايه فيها 4 كيلو؟ اه حبايه بسم الله ما شاء الله. كرومبة سلطة مش كابوتشا. فلفل احمر برضه. انت عندك بسلة؟ اه عندي بسلة. طب تعالى كده ورينا على البسلة كده. ده ورق العنب النهارده ب 35 جنيه. انخفض من 50 جنيه ل 35 جنيه. زي ما حضراتكم شايفين انخفاض سعر ورق العنب. بكام البسله؟ بسله بالحباه ب 25. ب 25 اه بالواحد. بسله مليانه بالواحد. دي بالواحد كده بالحبايه. ليمون. ليمون النهارده في انخفاض في اسعار الليمون 20 25. ايه اللي تحت ده؟ دي خضره ونعناع والكلام ده. خضره ونعناع. اه ده نعناع و... الربطه بكام؟ الربطه ب 2 جنيه. ب 2 جنيه. اه ربطة فربع كيلو. بسم الله ما شاء الله. نعم بسم الله ما شاء الله. وجا بنجر بسعر الجملة ب 10 جنيه البنجر. ب 10 جنيه البنجر. بقول لك كيلو البنجر ب 15 وب 20 ب 10 جنيه كيلو البنجر. بالتسعيرة والله ما بنغير أي تسعيرة هي زي ما هي كده. وده محمود الغدارة. خد على الزبان عشان الزبان هي بتجيب لك مشاهدات. أكتر الناس هي اللي بتجيب المشاهدات. لا يا باشا. اه يا باشا. الاستاذ محمود. هنا محمود. صل على النبي يا دار. نور يا حوده. صل يا باشا. حاجة تاني الله أكبر. ربنا يكرمك. يا بكام؟ بخمسة. الاستفند بخمسة. الاستفند بخمسة. عاوز فراولة رخصة خالص. فراولة موز هنا. فراولة موز هنا يا باشا. الله على النبي تيت.
16 جنيه الفراولة هنا زبون. استفند بخمسة جنيه اليوسف. قول له 3 ب 10 جنيه. قلت له عين ابو فراوله ورخص خالص. كفاكه ورخص خالص. اللي عايز انت لسه جايه لوت. لا على النبي يا باشا. سبعة ونص. على 16 ونص. حلويات دي بسبعة ونص. كوته جامده وبالحبايه بتاعت السلطه. السلطه دي 12 ونص تحمير وشيبس البطاطس واللي صلى على النبي.